نشرة أخبار الثامنة من الوطنية الأولى نبدأها بالعناوين. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها غدا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، وهيئة الانتخابات تؤكد جاهزيتها لإنجاح هذه المحطة. الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تعرض الخروقات والإشكاليات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية في تونس، وتكشف أن عددا من المؤسسات لا تحترم قانون حماية المعطيات الشخصية. وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعد من اعتداءاتها بحق الفلسطينيين بعد عمليتي إطلاق نار إحداها في كنيس بالقدس خلفت 7 قتلى إسرائيليين. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. بحلول الساعة 8 من صباح يوم غد تفتح مراكز ومكاتب الاقتراع المعنية بالدور الثاني للانتخابات التشريعية أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم. في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية يتنافس 262 مرشحا لم يحصلوا على أغلبية الأصوات خلال الدور الأول، وسيكون التنافس على 131 مقعدا من جملة 161. ويتوزع المترشحون للدورة الثانية بين 228 مترشح من الذكور و34 مترشحة من الإناث. من جانب آخر، فقد بلغ العدد الجملي للناخبين المسجلين المعنيين بتنظيم الدورة الثانية 7,853,447 ناخب موزعين كالآتي: 5,827,949 مسجلين إرادياً، أي بنسبة 74.2% من الجسم الانتخابي المعني بالدور الثاني، ومليونين وخمسة وعشرين ألف واربعمائة وثمانية وتسعين مسجلين آلياً، أي بنسبة 25.8% من الجسم الانتخابي المعني بالدور الثاني. وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة صحفية عقدتها مساء اليوم جاهزية مراكز ومكاتب الاقتراع لإنجاح العملية الانتخابية. هزت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 4,222 مركز اقتراع و10,012 مكتب اقتراع بكامل تراب الجمهورية، وتم انتداب 40,594 عون موزعين كالتالي: 4,222 رئيس مركز اقتراع بنسبة 10.4%، 6,336 مساعد رئيس مركز اقتراع بنسبة 15.6%، 30,036 أعضاء مكاتب اقتراع بنسبة 74%. أما بخصوص رصد ومراقبة العملية الانتخابية، قالت الهيئة إنها انتدبت أعوانا للمراقبة الميدانية والإدارية، إضافة إلى تمكين الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني داخل تونس وخارجها من بطاقات اعتماد لملاحظة المسار الانتخابي. انتداب 632 عون لمراقبة الحملة الانتخابية موزعين بين 524 عون رقابة ميدانية و108 عون رقابة الحملة الإدارية للقيام بعمليات الرصد ومراقبة أنشطة الحملة الانتخابية ومعاينة المخالفات والتدخل للتنبيه على المخالفين وتطبيق القانون. وسعيا لمزيد إضفاء الشفافية على العملية الانتخابية، فقد مكنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جمعيات ومنظمات المجتمع المدني داخل تونس وخارجها من تقديم مطالب الاعتماد لملاحظيها خلال الحملة الانتخابية، كما مكنت ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية من الحصول على بطاقات الاعتماد لتغطية هذا الاستحقاق الوطني الهام. كما قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إنه تم رصد خطاب لم يخلو من دعوات للعنف والكراهية ضد المترشحين الإلكترونية والفضاء المفتوح، بانتهاج خطاب لم يخلو في بعض الأحيان من دعوات للعنف والكراهية ضد المترشحين وضد هيئة الانتخابات والتحريض على المسار الانتخابي، وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تمت معاينة جميع هذه الإخلالات والتجاوزات من قبل مختلف الهيئات الفرعية التي قامت بالإجراءات اللازمة انطلاقا من توجيه التنبيه ثم إزالة المخالفات في مرحلة لاحقة، ووصولا إلى تعهيد النيابة العمومية بمحاضر المخالفات التي تشكل جرائم انتخابية. ووفقا للهيئة، فإن أعلان النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات سيتم في أجل أقصى الأول من شهر فيفري، على أن تفصح هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية بعد استكمال النظر بالطعون من المحكمة الإدارية في الرابع من شهر مارس المقبل.
وفي آخر الاستعدادات ليوم التصويت غدا في الدور الثاني للانتخابات التشريعية، تم اليوم نقل المواد الانتخابية وتوزيعها على مختلف مراكز ومكاتب الاقتراع. استعدادا للاقتراع يوم غد في الدور الثاني للانتخابات التشريعية، شرع ومنذ ساعات الصباح الأولى عوان الهيئات الفرعية للانتخابات وبتأمين اللوجستي من الوحدات العسكرية والأمنية في نقل المواد الانتخابية وتوزيعها على مختلف مراكز ومكاتب الاقتراع. شرعنا منذ الساعة 8 صباحا في توزيع المواد الانتخابية على جميع المراكز الانتخاب. وصل العملية هذه حتى إلى نهاية عملية التوزيع بالكامل. نفس المسارات نتاع الدور الأول بالنسبة للانتخابات، من نفس المسارات المؤسسة العسكرية تقوم بتأمين معنى توزيع المواد الانتخابية. اليوم نهار عطلة، الانطلاق نتاعها كان في توقيت جيد جدا باش يوصلهم، شوفوا معنا أعضاء الهيئة الفرعية مع الموظفين مع الأعوان يقوموا بتأمين توزيع المواد الانتخابية انطلاقا من قاعة التجميع اليوم. هذا كما ركزت الهيئات الفرعية ممثلين عنها بمختلف مراكز تجميع النتائج لمراقبة عمليات التجميع غدا، وقد شهدت بعض المراكز عملية بيضاء كمحاكاة لعملية تجميع النتائج لضمان نجاح هذه العملية والتأكد من جاهزية الأعوان. اليوم استكملنا عملية البيضاء اللي هي محاكاة لعملية تجميع النتائج من دخول المحضر الكيس الآمن محضر الفرز إلى الفضاء التجميع ومرورها عبر التدقيق ثم المرحلة الرقن اليدوي والآلي والقيام بالمطابقات ومن بينها إصلاح المحاضر التجميع. وسيتسلم رؤساء مكاتب الاقتراع غدا توظيف مكاتب الاقتراع وتركيز الأعوان الذين سيسهرون على عملية التصويت التي ستنطلق على الساعة 8 صباحا لتتواصل إلى غاية 6 مساء. تعيش تونس إذن انتخابات تشريعية هي الرابعة في تاريخ البلاد بعد الثورة، انتخابات تم تنظيمها وفق قانون انتخابي معدل سيفرز مجلسا ذا خصوصية. هي الانتخابات التشريعية الرابعة في تونس بعد الثورة والخامسة عشرة في تاريخ البلاد، لها من الخصوصية والتفرد عن سابقاتها ما يجعلها بمثابة التجربة السياسية الجديدة. هي انتخابات مبكرة عجل رئيس الجمهورية قيس سعيد بالدعوة لتنظيمها بعد أزمة سياسية خانقة أعلن في أعقابها تجميد البرلمان وتعليق اختصاصاته ورفع الحصانة عن جميع أعضائه وحل الحكومة. وفي 22 من سبتمبر 21 و2000 أصدر رئيس الدولة أمرا رئاسيا يقضي بتوليه إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يتولى ختمها بنفسه وتنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مما يعني تولي الرئيس السلطة التشريعية إلى جانب سلطته التنفيذية. وينظر إلى هذه الانتخابات كمحطة أخيرة في مسار الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها في 25 من جويليا 21 و2000 بعد الاستشارة الوطنية ثم الاستفتاء على دستور تونس الجديدة. وهذا السباق التشريعي ينظم وفق قانون انتخابي منقح، تعديلات حافظت على أغلب الفصول المتعلقة بتنظيم الانتخابات وعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفرز الصناديق وتسجيل الناخبين وغيرها من العمليات اللوجستية، لكنها أحدثت تغييرات وصفت بالجذرية والعميقة في نظام الانتخابات. تعديلات القانون الانتخابي شملت 5 جوانب رئيسية ضمن النظام الانتخابي، فانطلاقا من هذه الانتخابات أصبح الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب فرديا على عكس المعمول به سابقا، لننتقل بذلك من نظام الاقتراع على القائمات إلى نظام الاقتراع على الأفراد، كما أن الاقتراع أصبح على دورتين إلا في حالتين استثنائيتين ضبطهما القانون الانتخابي. وجه الاختلاف مقارنة بالسباقات التشريعية الماضية شمل كذلك عدد الدوائر الانتخابية الذي تطور من 33 دائرة انتخابية في انتخابات 14 و2000 و19 و2000 إلى 161 دائرة، فيما تقلص عدد النواب من 217 نائبا إلى 161. سباق انتخابي جديد ألغي بموجب القانون الانتخابي المنظم له التمويل العمومي، واشترط على المترشحين فيه جمع 400 تزكية من دوائرهم الانتخابية.
وبموجب ما نص عليه الدستور الجديد فإن الانتخابات المقبلة ستفرز في مرحلة لاحقة مجلسا من غرفتين، مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. بمناسبة اليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية الموافق للثامن والعشرين من جانفي من كل سنة، عقدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم مؤتمرا صحفيا كشفت خلاله أن عديد المؤسسات العمومية تنتهك قانون حماية المعطيات الشخصية. خروقات بالجملة تنتهك قانون حماية المعطيات الشخصية كشفت عنها اليوم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية خلال مؤتمر صحفي، ومن بين هذه المنظومات الخارقة للقانون سواء لمخالفتها واجب التصريح أو الترخيص مؤسسات عمومية وعدد من المغازات العامة. بدينا في غاية للتثقيف والتحسيس من 2015 ونحن مشينا نحو المسؤولين على المعالجة وقلنا لهم راهو هو القانون شي يقول، وبرشا ناس يقول لك نحن ما نعرفوش وما في بالناش، وكنا نتصوروا انه بالتواصل هذايا مع المسؤولين على المعالجه انه باش تتغير الاشياء، لكن نقولها في الحقيقه هنالك عديد الامثله الطيبه اللي يمكن ذكرها وذكرناها، لكن الاغلبيه الساحقه هي في ثبات عميق. تو مثلا ناخذ البريد التونسي. بريد التونسي نحن في 2019 مشينا عملنا مهمة رقابة، شفناهم كيفاش يعالجوا وعملنا تقرير متاع رقابة وقلنا لهم في الاخر هو شنو اللي لازم تقوموا به واعطيناهم الاجل لذلك، هذا رسمي لا حياة لمن تنادي. وأعلنت هيئة حماية المعطيات الشخصية أنها ستقوم بداية من فيفري القادم باستدعاء جميع المسؤولين الخارقين لمنظومة الحماية وإحالة ملفاتهم على النيابة العمومية. قمنا بعملية رقابة يعني تتعلق بحوالي 330 مؤسسة، فهؤلاء خاصة من لم يكترث للأمر أصلا ويجب دعوته كما يقتضي القانون، يقول الهيئة يجب أن تسمع المسؤول على المعالجة ثم تتخذ قرارها. قررنا هنا اللي باش نتخذوه على الاقل بما ان ليس لنا سلطان على المستوى الجزائي، قلنا لدينا سلطان على المستوى المدني فقط، على المستوى الجزائي السلطان يبقى للقضاء الجزائي، بالتالي نتخذ قرارنا باحاله ملفه على السيد وكيل الجمهوريه. وفيما يتعلق بمشروع بطاقه التعريف وجواز السفر البيومتريين، اكد رئيس الهيئه الوطنيه لحمايه المعطيات الشخصيه انه لا مجال لان يكون هذا الملف علة لتكوين قاعده بيانات بيومتريه عامة للتونسيين. أنا المعيار متاعي هم الدول المتقدمة، أمريكا ما عندهاش، فرنسا ما عندهاش، إيطاليا ما عندهاش، إشنو نمشي نعمل كيفاش كما الدول التي بلوبيات متاع شركات عالمية تلم في المعطيات البيومترية متاع أشخاصها. وعلى خاطر حاجة أخرى زادة كيف كيف عمري ما قلتها لكن خنقولها اليوم، تعرف علاش الدول الذي التجت الى تكوين قاعده بيانات كما في الهند كما كل الدول نتاع جنوب الصحراء اتسترا؟ علاش؟ لانه ما عندهمش ايتا سيفيل. انا ما نجمش نحمل ونسمع انه دولتي تلتجا الى هذه الخزعبلات باش نوصل نعمل خرق واضح لحقوق الاشخاص اللي هو حقوق اساسيه مخروقه فيها كرامه الشخص، ومن بعد ما تنجمش تحميهم. كما نبه قداس من خطورة عدم معرفة مصير المعطيات الشخصية وقاعدة البيانات التي تم جمعها لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تم غلقها وغلق جميع مراكزها الجهوية منذ جويليا 21 و2000. نظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي صباح اليوم بالشراكة مع بيزنس فرانس ومركز التفكير الأوروبي، نظم ندوة حول مسألة الطاقة في المستقبل عبر تحقيق انتقال طاقي يربط بين إفريقيا وأوروبا من أجل تنمية مستدامة.
كيفية وضع تونس على الخريطة الطاقية بين إفريقيا وأوروبا في المستقبل وصياغة رؤية جديدة مشتركة للتعاون في مجال تحويل الطاقة لتحقيق التواصل بين القارتين، فضلا عن تقديم نظرة جديدة للانتقال الطاقي في تونس والدور الذي يمكن أن تلعبه تونس في هذا المسار، مثلت أبرز أهداف ندوة مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. الاتحاد الأوروبي وافق على هبة بحدود 307 مليون دينار للخريطة الخط الكهربائي اللي بيربط بين الهواريه يعني شمال الوطن القبلي وايطاليا، ويلزمنا في هذا الاطار تونس تكون سباقه، وكعلاش نظمنا هالندوه هذه باش تتموقع في هالمشروع الاستراتيجي، وكيفيه انها تكون بالجيران نتاعها ليبيا والجزائر طريق حقيقه طاقيه نحو اوروبا. يسميوها الانتقال الطاقي ترانزيسيون انرجيتيك، هذه لازم منها حتى قبل الكريز اللي عايشينها توا، على خاطر مشكله البيئه، مشكله الدوموند اللي هي قاعده تطلع. دونك لازمنا ندرسوا وكيفاش نجموا نطوروا، كيفاش نجموا تكون الايكونومي نتاعنا سو ديفلوب واحد. خبراء تونسيون ودوليون في مجال الطاقه شاركوا في هذه الندوه عبر تقديم مداخلات ورؤى متنوعه حول التحديات الطاقيه وسبل تمويل طريق الطاقه اوروبا افريقيا. التمويل يقعد هو مشكلة أساسية. اليوم لاحظنا اللي الدول الإفريقية ما عندهاش قدرة باش تكتسح الأسواق العالمية للتمويل. صعوبات هي إدارية، ثم دراسات يلزمها تتعمل قبل المشاريع وما تتعملش بالصفة اللازمة والصفة الملائمة. لازمنا نحاولوا كيفاش نلقاو سبل للتمويل جديدة. حبينا باش نفسروا معناها أهم الرهانات في الدولة التونسية تو شنو عنا، اللي هي تعتبر إهانات تنجم تقول على تأمين الطاقة والاعتماد طبعا على تنويع المصادر من الغاز، وكذلك معناها هو برنامج تونس فيما يخص معناها توفير الطاقات المتجددة اللي هي باش تكون رافد لتوفير الطاقة بأقل التكاليف، وكذلك معناها باش نمشيو فيما يخص الأهداف السامية بتاعنا اللي هو يعني كهرباء الاستعمالات، اللي هو معناها تقليص في المبيعات الغازات فيما يخص معناها لونجاجمون دو لا تونيزي. وتم على هامش الندوة توقيع اتفاقية بين مجلس الأعمال التونسي الإفريقي والغرفة التجارية الصناعية التونسية الفرنسية بهدف تدعيم التوجه ثلاثي الأبعاد بين تونس وفرنسا وإفريقيا، إضافة إلى مرافقة أكثر من 1000 مؤسسة فرنسية متواجدة في تونس في أسواق إفريقيا جنوب الصحراء. خفضت وكالة موديز تصنيف السيادي لتونس من CAA1 إلى CAA2 مع آفاق سلبية، كما خفضت موديز تصنيفها للبنك المركزي التونسي المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة إلى CAA2 مع آفاق سلبية كذلك. ويأتي هذا التصنيف ليعكس نتائج مراجعة ودراسة الوضعية المالية والاقتصادية لتونس وتطورات انطلاقا من 30 من شهر سبتمبر 22 و2000. وقد فسرت الوكالة خطواتها في خصوص مراجعة التصنيف بتقييمها أن عدم تعبئة تونس لتمويلات خارجية إلى اليوم لتلبية الحاجيات العاجلة للحكومة من شأنه أن يرفع من مستوى مخاطر التعثر في سداد القروض الخارجية، كما أن عدم وضع البرنامج التمويلي للصندوق النقد الدولي حيز النفاذ يفاقم الوضعية الصعبة للمالية العمومية ويزيد من الضغوطات على احتياط البلاد من النقد الخارجي. أشرفت رئيسة الحكومة نجلة بودن بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية حول وضعية شركتي البيئة والغراسة والبستنة بكل من تطاوين وقبلي، ومثل اللقاء فرصة لاستعراض أنشطة هذه الشركات ودورها في دعم الاقتصاد على المستوى الجهوي والتفكير في حلول عملية للحفاظ على ديمومتها. وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة وجوب إجراء تشخيص دقيق لوضعية شركتين من حيث الجانب المالي وطبيعة المهام الموكولة إليهما، كما دعت إلى ضرورة تطوير الأنشطة الاقتصادية للشركتين عبر وضع إطار قانوني مناسب بما يضمن ديمومتهما ويساهم في إنجاز مشاريع تدعم مواردهما الذاتية.
أشرفت رئيسة الحكومة نجلة بودن صباح اليوم كذلك بقصر الحكومة بالقصبة على حفل تكريم كل من السيد كريم بقير والسيدة زهرة سليم مؤسسي شركة أنستاديب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من رؤساء الجامعات وممثلي منظومة التجديد وعدد من الباحثين الشبان والمؤسسات الناشئة. وقد أعربت رئيسة الحكومة أن هذا الحفل مخصص للاحتفاء بهذه المؤسسة التونسية الناشئة التي بلغت العالمية، لتثبت مرة أخرى أن شباب تونس قادر على المضي قدما نحو المبادرة والابتكار وتحقيق الإنجازات. وأكدت على إيمان الحكومة بدور المؤسسات الناشئة في دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية. قصة أنستاديب هي قصة استثنائية تمثل نموذجا للنجاح والتفوق يحتذى به من قبل شبابنا، إذ يجسد الذكاء التونسي المجدد في مجال الذكاء الاصطناعي. وقصة النجاح هذه ليست وليدة الصدفة، بل هي ثمرة العمل الدؤوب والمثابرة من قبل زهرة وكريم، وهي أيضا خير دليل على جهود الدولة لسنوات عديدة وحرصها على توفير مناخ محفز على المبادرة وبعث المشاريع وأرضية ملائمة للابتكار. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلن النادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 40 شخصا. يأتي ذلك في وقت سيبحث فيه الاجتماع الأمني المصغر لحكومة الاحتلال إجراءات للرد على مقتل 7 إسرائيليين. منذ عملية القدس وما تلاها تمعن سلطات الاحتلال في الاعتداءات وبقوة على الفلسطينيين. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وفقا لمصادر إعلامية سيقترح في الاجتماع الوزاري الأمني المصغر إجراءات للرد، ومن اعتقال وترحيل عائلات منفذي العمليات وغلق منازلهم، علاوة على الدفع بتعزيزات أمنية إضافية في الضفة الغربية. وكانت قوات الاحتلال وفق نادي الأسير الفلسطيني فرضت طوقا أمنيا وأغلقت حواجز عسكرية مؤدية للقدس واعتقلت أكثر من 40 فلسطينيا، كما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية عن إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، أحدهم بجروح خطيرة في بلدة بيتة بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية. قبل ذلك باركت فصائل فلسطينية عملية القدس ومنفذها، وحملت الاحتلال ومستوطنيه المسؤولية عن جرائمهم، كما خرج العديد من الفلسطينيين في مختلف المناطق من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وضواحي القدس المحتلة للتعبير عن مساندتهم للعملية التي اعتبروها انتقاما لشهدائهم، آخرهم شهداء مجزرة جنين التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح الخميس الفائت. دوليا أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن العملية مشددا على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن احتلال الإسرائيلي، كما نددت كل من فرنسا وبريطانيا والأمين العام للأمم المتحدة بما وصفوه بالهجوم الإرهابي المروع. بين هذا وذاك، يؤكد مراقبون أن عملية القدس يجب أن تعطي إشارات لحكومة الاحتلال كي تعيد حساباتها مع الفلسطينيين، كما يرى فلسطينيون أن التصعيد العسكري بات يقرب الوضع من انفجار قد يصعب احتوائه، سيما في ظل غياب أفق سياسي للقضية الفلسطينية العادلة. زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني طرابلس لإبرام صفقة غاز بقيمة 8 مليارات دولار تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا على الرغم من تدهور الوضع الأمني في ليبيا. وخلال توقيع الاتفاق قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إنه سيجري ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في تطوير الغاز وكذلك في الطاقة الشمسية ومشاريع لالتقاط الكربون. وأكد أن هذا الاتفاق الذي تبلغ مدته 25 عاما سيؤدي إلى إنتاج يصل إلى 800 مليون قدم مكعب يوميا، واصفا إياه بأنه أهم استثمار جديد في قطاع الطاقة الليبي خلال ربع قرن. يزدل الستار مساء اليوم على فعاليات الدورة الثامنة لأيام قرطاج الموسيقية بمدينة الثقافة التي انطلقت يوم السبت الفارط.
هذه الدورة التي تميزت ببرمجة 40 عرضا موسيقيا من 18 بلدا عربيا إفريقيا وأوروبيا. وللمزيد حول هذه الدورة ينضم إلينا مباشرة من مدينة الثقافة موفد الأخبار طارق بن معاوية. إذن طارق، لو تنقل لنا الأجواء قبل اختتام الدورة الثامنة لأيام قرطاج الموسيقية. شكرا. طيب، نحن في مدينة الثقافة وتحديدا أمام قاعة الأوبرا والتي ستحتضن بعد قليل السهرة الاختتامية للدورة الثامنة لأيام قرطاج الموسيقية. أشاهد بعض الطوابير التي بدأت تتشكل أمام هذه القاعة لحضور هذه السهرة، وسوف أعود للحديث عن هذه السهرة. ولكن قبل ذلك كانت هناك أمسية، هذا الجمهور الذي بدأ يتوافد على قاعة الأوبرا، ولكن قبل هذه السهرة كانت هناك أمسية موسيقية أمنتها مجموعة دقوم للشاب التونسي مهدي الحامدي، والذي في الواقع هي مجموعة تونسية فرنسية. ولكن الطريف في هذه المجموعة أنها هناك مغنيين فرنسيين يعني يغنون باللهجة التونسية وباللغة العربية. هذه السهرة الموسيقية وكما علمت تحضر على مستوى الرسمي وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطات قرماسي، وسؤمن هذه السهرة العازف الساكسفون والفنان الجاز التونسي ياسين بولعريس. هذا الشاب الذي يعتبر من أشهر العازفين على ساكسفون في الوطن العربي وفي العالم أيضا. وربما من خصوصيات هذه السهرة والتوجه الموسيقي لهذا الفنان أنه يجمع بين الألوان الموسيقية جاز مثلا وسلوة، أيضا التراث التونسي، نذكر المزود وأيضا الفزان، وبالتالي فإنه هذه السهرة فيها الكثير من التجديد. ربما طيب من علامات ومن العلامات البارزة في هذا المهرجان هو الجمهور الذي بلغ إلى حد الآن تقريبا الدخول 12,000 متفرج واكبوا هذه الدورة. وفي الواقع تقريبا بعض السهرات يعني كانت أمام شبابيك مغلقة. وللحديث عن هذا الجمهور وعن الندوات الفكرية ومخرجات هذه الندوات ينضم إلي مباشرة منذر فلاح وهو مدير إنتاج هذه الدورة. منذر، كيف تفسر هذا الإقبال المنقطع النظير على أيام قرطاج الموسيقية؟ مرحبا بكم ومشكورين اللي تغطيوا في السهرة هذه وفي كنتوا حاضرين معناتها في المهرجان كامل. إذا الإقبال الجماهيري كان منتظر على خاطر معناتها لي بروجي اللي جاو هذوما المشاريع سمعناهم برشا، الجيل نتاعنا سمعهم برشا من عام 2013 وانت ماشي معناتها نحكيو على جدل ومسار إجباري ومؤخرا معناتها الفرعي وبكلثوم تلموا في نفس الدورة، وفما اون كوميونيتي تخلقت، مجتمع تخلق اللي هما وليوا كلهم هذوكم العباد اللي معناتها فيديل نتاع جي ام سي وليوا يجيو كل يوم. ربما انه هذه المجموعات معروفه، ولكن على مستوى المضمون الذي هو نابع من واقع معين، الشكل الموسيقي هو له تاريخ نضالي مثل الجاز والبلوز وغيرها، هل المضامين كانت لها ربما دافع لحضور الجمهور؟ نتصور اي المضامين هي ديجا كانت دافع باش يكونوا معناتها الفنانين هذوما عندهم جمهور قبل كل شيء معناتها. وبعد كي جبناهم احنا في الدوره هذه الكل مع بعضهم خلقت هويه جديده للمهرجان، ومن هذاك جاء الجمهور هذا كل مع بعضه معناتها. ربما من ايضا فقرات هذا المهرجان هو الندوات الفكريه التي لها علاقه بمشاغل الفنانين، حقوق المؤلف، حقوق القوانين التي تنظم عمل الفنان. منظر، هل هناك مخرجات نتجت او نجمت عن هذه الندوات؟ هو باش نبدا الحاجه هذه معناتها بمعلومه حزينه بالنسبه لي انا، وبعد نحكيو على الحاجه اللي تفرح. انا كنت حكيت معاك في الندوه الصحفيه، قلنا للفنان باش يجي باش يحضر في الندوات هذوما باش يتعلم باش يعرف شنو يطالب وشنو حقوقه باش نجم يتمتع من عند المنجم. هل كان الحضور مكثف مثل ما هو للجمهور؟ الحضور نتاع الموسيقيين والفنانين انا نراه اللي كان ناقص، نجموا نعملوا خير من هكا برشا. معناتها كنت في كل ندوه عندي بين 3 و7 فنانين يحضروا، واللي هو عدد صغير برشا معناتها. انا هذه المنصه ايام قرطاج الموسيقي هي منصه للتعريف بالجديد
ومنصة لعرض العروض الموسيقية التي فيها تجديد وفيها ابتكار. هل هناك شراكات؟ هل هناك شركات إنتاج بين الفنانين التونسيين والمنتجين وغيرهم؟ أي نعم، هو رغم اللي معناتها الإقبال على ندوات من عند الموسيقيين ما كانش برشا، الفنانين معناتها باغ كونتخ الفن سامحني الحرفيين لي بروديكتور ومانجر وفيستيفالي هما كانوا حاضرين برشا في العروض اللي جبناها، معناتها كانوا يتفرجوا في العروض الكل، معناتها يمشيوا من سالة لسالة يحضروا، وفي الآخر فما برشا عباد معناتها عجبوهم فنانين توانسة وعطاو وعود، ونتصور معناتها في الجمعة الجاية وقتها باش يبداو يتعداو الحاجة أوفيسيال خاطر مازلنا في المهرجان. إذا كان فما هناك أشياء للإعادة، لإعادة النظر على مستوى التنظيم، ماذا ستعيد النظر فيما ستعيد النظر لجنة التنظيم؟ هو صعب توا الحكاية خاطر الناس كل تحكي على جي ام سي، ان شاء الله العام الجاي في البرمجه نجيبوا حاجات اللي كيما هكا ولا خير، معناتها نقعدوا الجماهير اللي باش نقعدوا في نفس الستانتينغ ولا كان بقينا احنا طبيعه. شكرا لك منظر، تبقى مثل العاده للدور المره الثانيه تغيب الجوائز، وربما فلسفه المهرجان هو انه العدل، عدل الابداع والتجديد ينقسم ويذهب لجميع المشاركين، هذه فلسفة المهرجان. طيب نعم، والإبداع هذه المرة مع رابطة العنق الجميلة التي ترتديها طارق سهرة طيبة ومواكبة لاختتام دورة. نحن نتأنق للجمهور الذي مهما عملنا لن نفيه حقه. نعم، شكرا لك موفد الأخبار إلى مدينة الثقافة طارق بن معايو، أيضا شكرا لضيفك. نواصل مشاهدينا الكرام. قدمت دار الكتب الوطنية خلال هذا الأسبوع مكتبة الفقيد الناشر الحبيب اللمسي الذي نذر عمره لجمع الدوريات والنشريات من المحيط إلى الخليج وقدمها كنزا لا يفنى للأجيال القادمة. كنوز لا تقدر بثمن، إنها حصاد عمر قضاه صاحبه في عشق الكتاب والولع بكل ما هو مكتوب. هناك في أركان المنازل وأدراج البيوت تنام ثروات هي عصارة حضارات الشعوب، مكتبات هي الدر المكنون لكل أمة تحتفي بتاريخها وتجله. الحبيب اللمسي علامة فارقة في تاريخ النشر والكتب، طبقت الآفاق الأدبية، حياة نظرها ولها بالكتاب، ينشره، يطبعه، يوزعه، وفي الآخر وقبل الرحيل يهدي هذه الثروة إلى دار الكتب الوطنية. أعتقد أن قيمة مكتبتنا الوطنية باش تتزاد بدخول هذه الهدايا، وخاصة بدخول مكتبة الحبيب اللمسي للرصيد. سي الحبيب كي راه كتاب عنوان ما تماش ومقطوع يبدا يرعش ويشريه بأي ثمن يطلبه صاحبه. فإذا هذا الرجل حقيقة بهذه الهدية وبهذا الكنز الذي قدمه للمكتبة الوطنية أعتبر أنه رجل يجب أن يعني كان جد الدنيا راه تتسمى قاعة باسمه وتتسمى كذا، لأنه حقيقة كنز كبير وقع تقييمه في لبنان ب50 مليون دولار. نصف قرن من الذوبان في عشق الحرف أهداه الحبيب اللمسي إلى أدراج هذه القلعة الوطنية. أكثر من 100,000 عنوان بين مجلدات وكتب ودوريات تسابق المكتبة الوطنية الزمن لتنظيمها وفهرستها حتى تتاح للعموم. ثم عملية الجرد أخذت سنوات، عملنا جرد 30,000 فقط، مازالوا 70,000، وعملنا فهرس لمجموعة منها 30,000 هو اللي عرضناه اليوم، وإن شاء الله نحطوه على الانترنت والقراء بدأوا يطلبوا في المكتبة هذه ويستفيدوا منها. دار الغرب الإسلامي للنشر أضحت بعد سنوات من تأسيسها نهاية السبعينات مرجعا للكتب القيمة مضمونا وإخراجا، وقد كان الحبيب اللمسي حريصا على استقطاب الصفوة من الكتاب والمحققين والباحثين، وكان يسعى ببذل الغالي والنفيس لإخراج جواهر المخطوطات من غبار الدهر إلى نور المطابع. كان ديدنه في كل ما ينشر التزام وقناعة كما يقول عن نفسه، وهذا هو مهم، لأن اختيار المرء قطعة من عقله لم يكن مجرد وراق، بأن يكون هناك دقة في الاختيار، ومن المعايير التي أحرص عليها أن يكون الموضوع نافعا بعيدا عن الهزل والاستسهال.
والجري وراء المادة، وأن يكون جديداً لم يسبق نشره، أو أن يكون هناك اعتراف من أهل الاختصاص والخبرة بأن الطبعات السابقة لا تفي بالحاجة، بها نقص وتحتاج إلى جهد، ولا أقبل بغير ذلك. مع الكتب التي تبرع بها المرحوم اللمسي، هناك هدية أخرى لا تقل قيمة وشأناً، وهي مجموعات الدوريات النادرة من مجلات وصحف ونشريات علمية محكمة، مجلدات ضخمة أثرى بها رصيد المكتبة الوطنية، وكانت تفتقدها من جربة إلى تونس إلى بيروت إلى الكون. قصة عاشق للحرف سعى، وإن سعيه سوف يقرأ ويرى.